بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الدرس 12 عن Direct Memory Access Controller واختصاره DMA. درس النهاردة هو الجزء الأول، طبعا هيكون فيه جزء تاني في الفيديوهات اللي جاية، بالإضافة إن الأمثلة هيكون ليها فيديو مستقل عن الفيديو الخاص بالشرح، بحيث وإحنا بنطبق الأمثلة نقدر نرجع للفيديو الخاص بالشرح بكل سهولة. في البداية هنعرف ايه هو ال DMA او ال Direct Memory Access. هي عبارة عن يونت موجودة داخل المايكرو كنترولر، من خلالها نقدر ننقل البيانات من اي مكانين في الميموري بسرعة كبيرة، بالاضافة ان هي بتكون بدون اي تدخل من ال CPU، بحيث ان انا اقدر انقل داتا وفي نفس الوقت ال CPU بتعمل تاسكس تانية او بتعمل بروسيسنج للداتا اللي انا نقلتها قبل كده. على سبيل المثال لو انا عايز اعمل كابشرز لفيديو سيجنال واخد فريم ووراه فريم، فممكن ال DMA بسرعة ينقل لي الفريمز للرام، وفي نفس الوقت يقدر ال CPU يقدر يشتغل على الداتا اللي انا نقلتها قبل كده في خلال ما ال DMA بينقل الداتا الجديدة. ده طبعا بيخفف اللود شوية عن ال CPU. علشان نقدر نفهم كويس ازاي ال DMA بيشتغل، لازم نبص على ال Bus Matrix. طبعا ال Bus Matrix دي الديزاين بتاعها من شركة ARM، وهي إجباري أو ملزم كل الشركات اللي بتصنع المايكرو كنترولر إن هي تلتزم بالبروتوكول الخاص بيها، بحيث ان هي تقدر توصل اليونتس بتاعتها بالباس ماتريكس وتقدر تعمل اكسس لاي يونت تانية موجودة، وكله بيتم عن طريق الباس ماتريكس. طبعا الباس ماتريكس دي زي ما احنا عارفين ان هي مالتي لاير، ومعناها ان ممكن اي يونت من اللي موجودة فوق دولت، وهم دولت الماسترز، اي يونت تقدر توصل لاي سليف في نفس الوقت. ممكن يونت تانية على سبيل المثال عندي الـ CPU بتشتغل على الـ SRAM واحد، وفي نفس الوقت يقدر الـ DMA 2 يشتغل ويعمل أكسس للـ SRAM 2. ده بيمكنني طبعا إن أنا يكون عندي أكتر من ماستر في نفس الوقت بيشتغل على أكتر من سليف مختلفين. أهم حاجة مهمة في الموضوع إن الماستر هو اللي يقدر يبدأ او يطلب الاكسس، بحيث ان هو لو عايز يكتب او يقرأ في اي مكان من الميموري فلازم هو اللي يطلب الاكسس. السليف يقدر فقط يرد على الريكوست اللي جاي له ويقول هل الريكوست ده حصل له سكسس او حصل له فيلير او في حالة ويتنج، ولازم الماستر ينتظر شوية. طبعا علشان اي ماستر عشان يقدر يوصل لأي مكان في الميموري أو أي سليف معينة، لازم الأول إن هو بيطلب arbitration، والarbitration بيتم في الباس ماتريكس عن طريق ال AHB arbiter، وال HB arbiter بيستخدم round robin algorithm. وطبعا في حالة إن احنا لو عندي ماستر معين والماستر ده هيروح لمكان مثلا على سبيل المثال السرام 2 وما كانش فيه اي ماستر تاني عايز برضو ان هو يعمل اكسس للسرام 2 في نفس الوقت، ساعتها مش هيكون في اربيتريشن ويقدر اي ماستر مباشرة يوصل بدون اي اربيتريشن. لو صادف ان اتنين ماسترز وعايزين يعملوا اكسس لنفس السليف، في الحالة دي ساعتها هيكون في الاربيتريشن، والاربيتريشن هيستخدم الراوند روبن الجوريثم. على سبيل المثال في الشكل اللي قدامنا ده عندنا اتنين ماسترز، ماستر واحد وماستر اتنين، وهما الاتنين عايزين يوصلوا للسليف رقم تلاتة. الاربيتر هنا طبعا زي ما قلنا ان هو بيستخدم راوند روبن الجوريثم، وده هنشوفه في السلايدز اللي جاية، هيختار واحد منهم سواء الماستر واحد او الماستر اتنين، وبعد كده الادرس المطلوب هيعدي على الديكودر. الديكودر هيعرف الادرس ده فين او ايه من خلاله يقدر يعرف السليف اللي الماستر عايز يوصل لها ويوصله بيها، بحيث ان هو يقدر بعد كده يبعت الداتا بتاعته. وطبعا في نفس الوقت الديكودر بيوصل
خط الرجوع من السليف ده علشان يقدر الماستر يقدر يقرأ البيانات اللي هي هترجع من السليف. زي ما قلنا ان الاربيتر بيستخدم الراوند روبن الجوريزم، وده الالجوريزم بسيط جدا وسهل ومستخدم في تطبيقات كتير، وده فكرته ان هو بيخصص تايم سلايس، والتايم سلايس دي لازم كل ماستر يخلص الترانسفير اللي هو عايز يعملها في خلال الوقت ده. لو الوقت بتاعه خلص هيبدأ اللي بعده او الماستر التاني المنتظر هياخد هو الاكسس ويعمل برضو الترانسفير بتاعته. طبعا هنا التايم سلايس دي الوحدة بتاعتها او اللي هي بتسمى كوانتم، الكوانتم دي بتكون واحد ترانسفير، اي ان يعني يقدر اي ماستر يقدر يعمل ترانسفير واحدة لأي سليف. طبعا دي يعني أساسية، وفي بعض الحالات الاستثنائية ممكن الـ CPU أو الـ DMA بيكون ليهم الحق إن هم يعملوا أكتر من ترانسفير واحدة. طبعا لو عندنا الـ CPU خلصت الشغل بتاعها يبدأ بعدها الـ DMA، وبعد ما الـ DMA لو لسه الـ CPU عايزة تاني تاخد برضو الأكسس تاني، بحيث إن هو يبقى يعمل circular order لكل الماستر ويكون ليهم equal portions للأكسس بتاع أي سليف. على سبيل المثال في الشكل اللي قدامنا ده الـ CPU اللي هو ARM Cortex والـ DMA واحد، هما الاتنين في نفس الوقت عايزين يعملوا أكسس للـ SRAM واحد. في الحالة دي طبعا هيكون في arbitration، لو الـ CPU لوحديها عايزة تعمل أكسس لأي حاجة موجودة على الـ AHP2 ساعتها مش هيكون في اربيتريشن، تقدر مباشرة توصل له. اما لو الاثنين ماسترز الـ DMA واحد والـ CPU في نفس الوقت عايزين يوصلوا للـ SRAM واحد، فساعتها لازم هيكون في الـ اربيتريشن. طبعا في حالة عندنا اكتر من ماستر وكل واحد هياخد دوره ورا التاني، على سبيل المثال الـ CPU بدأت الاول وبعدين الـ DMA واحد DMA اتنين والـ USB والـ Ethernet. طبعا في الحالة دي لو احنا عايزين نعمل اكتر من ترانسفير فهيكون عندنا latency، معناها ان ال DMA واحد عمل هنا ترانسفير وبعدين انتظر كل الماسترز التانيين علشان يقدر يعمل الترانسفير التانية بتاعته، فال latency هنا هتكون من اول ما هيجيله ال request ان هو يبدأ او حصل له ال activation لل request او الطلب ان هو يبدا الترانسفير لحد ما ينتظر دوره في الاربيتريشن ويبدا فعلا يوصل للمكان اللي هو عايزه. طبعا اللي قلنا في بعض الحالات الاستثنائيه ان هو مثلا على سبيل المثال في حاله الانتربت، وزي ما احنا عارفين في حاله ان الانتربت السي بي يو بتحتاج ان هي تعمل ستاكينج، والستاكينج ده بياخد 8 اتش بي سايكلز، وفي الحالة دي لازم أي ماستر تاني ينتظر أو الـ DMA مثلا لازم ينتظر الـ CPU لما تخلص الـ 8 سايكلز بتاعتها. في بعض الحالات لو احنا عندنا الـ Instruction Load Store Multiples، الـ Instruction دي بتقدر إن هي تكتب أو تقرأ أكتر من مكان معين في الميموري، ودي ساعتها برضو لازم الـ DMA ينتظر لحد ما الـ CPU تخلص الشغل بتاعها. ناخد بالنا برضو ان لما بنيجي نتكلم عن اللاتنسي لازم ان احنا ناخد بالنا الكمية الداتا اللي احنا عايزين ننقلها والوقت بتاعها وعايزين ننقلها في وقت قد ايه، بحيث ان احنا نقدر نعرف هل السيستم بتاعنا هيقدر ينقل الداتا او الباندويدز بتاعتنا في الوقت اللي احنا عايزينه من غير ما اللاتنسي اللي موجودة تأثر علينا. عندنا الـ DMA واحد والـ DMA اتنين يونت في المتوصلين بالباسماتيك زي ما احنا شايفين. الـ DMA متوصل ببورت واحد اللي هو الميموري بورت، والميموري بورت ده من خلاله الـ DMA واحد يقدر يوصل للـ SRAM واحد والـ SRAM اتنين والـ SRAM تلاتة. الـ DMA واحد ما يقدرش يوصل من خلال الباس ماتريكس للبريفيرالز، فعلشان كده في وصلة مباشرة من الـ DMA واحد للـ Peripheral Bus واحد، فيقدر يوصل لكل الـ Peripherals اللي متوصلة بالـ Peripheral Bus واحد.
في الحالة لو احنا استخدمنا دي ام واحد مش هنقدر نعمل ترانسفير من الميموري للميموري، لان احنا عندنا خط واحد بس واصل للميموري. لو احنا عايزين نعمل ترانسفير من الميموري للميموري لازم يكون عندنا 2 بورت متوصلين بالباس ماتريكس. الدي ام اي 2 ده زي ما احنا شايفين متوصل ببورتين، واحد الميموري بورت والبريفيرال بورت، ومن خلال البورتين دولت يقدر يوصل لكل السليفز اللي موجودة سواء ميموريز أو سواء بريفيرالز عن طريق الـ2 بورتس دولت. بالإضافة كمان إن الـ DMA 2 ممكن يستخدم البريفيرال بورت، أو مش هيستخدمه، هيكون عنده توصيلة مباشرة بالبريفيرالز اللي موجودة في البريفيرال باس 2. فعلى سبيل المثال ممكن الـ DMA 2 يوصل للبريفرال باس او اي حاجه موجوده على البريفرال باس 2 عن طريق احدى الطريقتين. الطريقه الاولى ان هو عن طريق الوصله المباشره، او عن طريق ان هو يدخل الباس ماتريكس ومن خلالها هيعدي على ال AHB1، ومن خلال ال AHB1 هيكون فيه هنا بريدج يودي بريفرال باس 1 او بريفرال باس 2. هتكون هنا عندنا في مشكله. ليه؟ لان هو ممكن ال DMA2 يوصل للباس ماتريكس من بيوصل للبريفرال من خلال توصيلة مباشرة، ولو صادف ان في نفس الوقت ممكن السي بي يو عايزة تعمل اكسس للبريفرال اللي موجودة على البريفرال باس 2 عن طريق الباس ماتريكس وعن طريق ال HB1 بريدج، فساعتها هيكون في عندنا هنا او هيكون مطلوب هنا في اربتريشن، وده اربتريشن هيكون بعيد عن الباس ماتريكس او غير اللي موجود في الباس ماتريكس. شايفين في الشكل اللي قدامنا ده عندنا السي بي يو عايزه تروح لبريفرال موجوده في البريفرال باس 1 عن طريق ال AHB بريدج وعن طريق ال AHB باس، وفي نفس الوقت ال DMA1 عايز يوصل كذلك للبريفرال باس 1. في الحالة دي زي ما قلنا لازم يكون في arbitration، والarbitration برضو هنا بيستخدم ال round robin algorithm، والكوانتم بتاعته بترانسفير واحدة، لأن هنا عندنا ال DMA1 هو بس اللي يقدر يوصل مباشرة لل peripheral بس، أما أي حاجة تانية هتخضع لل arbitration. لو احنا عندنا مثلا على سبيل المثال أي يونت تانية، اليونت التانية دي هي كمان عايزة توصل لل peripheral واحد، فاليونت التانية دي مع ال CPU هيخضع لي الاربتريشن اللي موجود في الباس ماتريكس، اللي هيعدي منهم هيخضع بعد كده لي الاربتريشن مع ال DMA1 علشان يوصل لي البريفرال باس. فده معناه عندنا هنا في البريفرال اللي موجود في ال AHB AP B bridge ده هيكون ثابت، وده عبارة عن ترانسفير واحدة على البريفرال باس، دي اللاتنسي بتاعته طبعا قليلة. هنشوف دلوقتي ايه الخطوات اللي الدي ام اي بيعملها علشان ينقل داتا من البريفرال او الميموري. اول حاجه طبعا بيجي له الريكوست، الريكوست دايما بيجي من البريفرال، وبناء على الريكوست اللي جاي له هيعمل له اربيتريشن. طبعا لو عندنا اكتر من ريكوست هيختار الريكوست اللي ليه البريوريتي الاعلى. طبعا الاربيتريشن اللي هنا ده بيتم داخل ال DMA نفسها غير الاربيتريشن التاني اللي بيتم على الباث ماتريكس. بعد كده هيبدأ في عملية الداتا ترانسفير، وعملية الداتا ترانسفير دي مجموعة من الخطوات هنشوفها برضو في السلايدز اللي جاية. وبعد كده يقدر بعد ما ان هو حصل له اربيتريشن على الباث ماتريكس وحصل ادرس كومبيوتيشن، بحيث ان هو الديكودر هيقول له انت عايز تروح فين ويوصله باليونت اللي هو عايزها، ساعتها يقدر يقرا الداتا ويخزنها في فيفو بافر، وده الفيفو بافر موجود برضو داخل ال DMA، وينتظر لحد ما يطلب برضو نفس الموضوع للميموري سايد. الميموري سايد هيستخدم برضو الميموري بورت، وهيطلب برضو كذلك arbitration من الباس ماتريكس، والباس ماتريكس هتعمل له address computation عشان تعرف هو عايز يروح فين ويتوصله بالسليف اللي هو عايز يروحه، وبعدين يقدر يكتب الداتا او يقراها.
طبعا في الحالة اللي احنا قدامنا شايفينها حصل عشان عملنا ترانسفير من البريفرال للميموري. الترانسفير ده حصل على خطوتين او على مرحلتين، المرحلة الاولى او عمل او عن طريق 2 اكسس للباس ماتريكس. الاكسس الاولاني عن طريق البريفرال بورد قرينا منه الداتا، والاكسس التانية للباس ماتريكس علشان نقدر نوصل للرام او اي مكان تاني نكتب فيه الداتا. نفس العملية هتتم لو احنا عايزين ننقل من الميموري للبريفرالز. الخطوات اللي هي قلناها قبل كده اللي بتتم في حالة الداتا ترانسفير، طبعا لو شفنا الشكل اللي قبل كده الريكوست والريكوست اربيتريشن وستور داتا ان فيفو، ده كله بيتم داخل الدي ام اي يونت نفسها. اما الترانسفير داتا دي بقى هيبدأ الدي ام اي يخاطب الباس ماتريكس ويطلب منها الوصول لليونت اللي هو عايزه. فالترانسفير داتا بتتم عن طريق مجموعة من الخطوات، الاول الخطوة الاولى الاربيتريشن فور باس اكسس، وطبعا زي ما احنا عارفين هيطلب الاربيتريشن وينتظر دوره لحد ما يجي عليه الدور عن طريق او زي ما عارفين في الراوند روبن الجوريثم. الخطوة اللي بعديها الديكودر أو الديكودينج هيحصل، هيعرف هو عايز يروح فين ويوصله باليونت اللي هو عايزها، وبعد كده هيقدر إن هو يقرأ أو يكتب الداتا، وفي النهاية هيعمل سينكرونايزيشن مع الباس ماتريكس، هيقول لها فعلا أنا وصلت خلاص وخلصت الترانسفير بتاعتي. علشان نقدر نحسب الوقت اللازم لأي عملية دي ام اي ترانسفير، فزي ما قلنا قبل كده ان هو عبارة عن خطوتين. الخطوة الاولى هيكون فيها الوقت اللي هيستغرقه الترانسفير من البريفرال سواء رايتنج او ريدنج، وبالاضافة للوقت اللي هو اللازم للاكسس او الترانسفير للميموري. الترانسفير اكسس تايم بتاع البريفرال بيكون بنقدر نحدده من خلال المعادلة دي. اول حاجة في البورت اربيتريشن اللي موجود داخل الدي ام اي، وبعد كده الادرس كومبيوتيشن، وبعد كده الباس ماتريكس اربيتريشن، وبعد كده الوقت اللي هو بيستغرقه في الداتا ترانسفير، وفي الاخر هيعمل السينكرونايزيشن مع الباس. طبعا هنا شايفين ان احنا ممكن نوصل عن طريق ال اتش بي بريفيرال عن طريق ان احنا نستخدم الباس ماتريكس، او عن طريق الدايركت باث الخاص بال دي ام اي مباشره بالبريفيرال باث واحد او اتنين. لو احنا هنستخدم الترانسفير عن طريق الدايركت باس او عن طريق اي بريفرال موجودة على البريفرال باس، ساعتها هيكون الترانسفير هيستغرق 2 اي بي بي سايكلز. اما لو هي على الاي اتش بي واحد، فالترانسفير هيبقى في 1 سايكل بس. فعلى سبيل المثال في الحالة دي لو احنا استخدمنا، لو عايزين ننقل او نكتب داتا لاي بريفرال موجود على الاي اتش بي واحد، هيكون عن طريق او هيستغرق 4 اي اتش بي سايكلز. الاي اتش بي طبعا ده اسرع، السايكلز بتاعته دي بتكون بالسرعة الرئيسية للبروسيسور، ودي طبعا اسرع حاجة. اما الاي بي بي ودي بتكون بعد ما يعدي البريدج السرعة بتتقسم، والسرعة ممكن سرعته تقل النص مثلا. فعلشان كده البريفرالز اللي موجودة على ال A B B بيكون بتستغرق وقت شوية عن البريفرالز اللي موجودة على ال A H B. وكذلك برضو ان لو ال D M A عايز يوصل لي بريفرالز موجودة في ال A B B عن طريق الباس ماتريكس، فهيخضع بعد كده هيخضع الأول للأربيتريشن بتاع الرئيسي بتاع الباس ماتريكس، وهيخضع كذلك للاربيتريشن اللي موجود على ال AHV to APB bridge. اما لو عايز يوصل لل اي بريفرنس موجوده على البريفرال باس مباشره عن طريق الدايركت باس، فساعتها هيخضع بس للاربيتريشن اللي موجود على البريدج. في حالة أو الوقت اللازم لترانسفير أو أكسس للميموري بيكون اقل شوية او الخطوات اللي فيه اقل شوية، بنعمل الاول اربيتريشن للبورت اللي احنا او الميموري بورت اللي احنا عايزين نوصل له،
وبعد كده بيعمل كومبيوتيشن للادرس علشان يعرف احنا عايزين نوصل لاي ميموري، وكذلك بيحصل برضو اربيتريشن للباس ماتريكس، وفي الاخر هيكون عندنا الوقت اللي احنا نقدر نكتب فيه داتا او نقراها من الاس رام، وهو 1 سايكل. فلو عايزين نكتب داتا في الرام او نقراها من الرام هيستغرق الموضوع 4 AHB سايكلز. ناخد بالنا برضو واحنا بنحسب اللاتنسي بتاعنا او الوقت بتاعنا، في حالة ان احنا عندنا 2 شانلز موجودين في ال DMA unit، فممكن ال channel 2 تبدأ ال request arbitration في خلال ما ال channel 1 بتعمل bus access او بتعمل acknowledge لل access. طبعا ده بيقلل لنا شوية الوقت اللازم. هندخل دلوقتي على ال DMA unit اللي موجودة داخل ال STM32 microcontroller وهنشوف ايه هي مميزاتها. طبعا في البداية احب اوضح ان الشرح بتاعي او الفيديو او الفيديوهات بتاعتي عموما خاصة بال STM32F4. طبعا ال F4 دي Advanced Family وبيكون فيها موجود فيها خصائص كتير وامكانيات كتير علشان تدي High Performance. لو في حد عنده مايكرو كنترولر مثلا من F3 او F0 F1 او اي حاجة، اكيد هيكون فيه بعض الخصائص اللي موجودة لكن مش هيكون كلها فيه. هيكون الفيديو طبعا مفيد ان انت تقدر تعرف الحاجات اللي عندك، اما الحاجات اللي انت مثلا ما مش موجودة في المايكرو بتاعك ممكن تعرفها من باب العلم بالشيء، لكن للأسف مش هتقدر تشتغل عليها عملي. اول حاجة طبعا زي ما احنا عارفين ان ال DMA بتاعتنا ليه دول HB بورت، بحيث ان هو يقدر يعمل اكسس للميموريز والبريفرالز كلها اللي موجودة داخل المايكرو كنترولر. لكل DMA كنترولر ليه 8 ستريمز. الـ8 ستريمز دولت عبارة عن لينكس بتوين البريفرالز والميموري، بحيث ان هو كل ستريم ممكن ينقل داتا من مكان لمكان. كل ستريم بيكون بيجيله ريكوست، والريكوست زي ما قلنا دايما بيجي من البريفرالز، والريكوست ده ممكن يجي من خلال 8 شانلز مختلفين، طبعا بنختار واحدة منهم بس هي اللي بنقبل منها الريكوست. موجود برضو داخل ال DMA فيفو بافر. الفيفو بافر ده برضو مفيد لو انا حابب انقل داتا احجامها مختلفة، على سبيل المثال عايز انقل بايت او الداتا اللي انا عايز انقلها من البريفرالز بايت وعايز احطها في الرام على هيئة 2 بايتس او اللي هي هاف وورد، فهقرا بايت واحد وبعدين احطه في الفيفو بافر وبعدين هقرا بايت كمان واحطه في الفيفو بافر، وكده عندي 2 هروح نقلهم مرة واحدة للميموري. ليه؟ لان احنا الميموري سايز ممكن يكون مختلف عن السايز بتاع البريفرالز. لكل ستريم طبعا ليه بريوريتي اقدر احددها، والبريوريتي دي اقدر احددها من خلال السوفت وير. لو انا محددش بريوريتيز او البريوريتيز زي بعض هياخد الرقم اقل، هو هيكون ليه بريوريتي اعلى. طبعا ممكن اعمل ترانسفير واحده او ممكن اعمل اكتر من ترانسفير، وده بنحدده على عدد الداتا ايتمز اللي احنا عايزين ننقلها، والداتا ايتمز هنا دي بتكون يا اما وورد او هاف وورد او بايت. ممكن كمان نعمل انكريمنتنج للبافرز بتاعتنا، بحيث ان انا مثلا انقل الادرس 0 في البريفرال او ادي الادرس 0 في الرام، والخطوه اللي بعديها هعمل نقل للادرس 1 او اديه في البريفرال او اديه في الادرس 1 في الرام. ممكن كمان يعمل بريس ترانسفير، ودي بتكون يعمل اكتر من عمليه ترانسفير واحده في ال ودي طبعا ميزتها ان هو ما بيطلبش اربيتريشن تاني في من الباس ماتريكس، هي تبقى اربيتريشن هيعملها اربيتريشن واحده، وعن طريق البرست ترانسفير يقدر ينقل 4 وورد مره واحده للرام. ممكن كمان اعمل له كونفيجريشن كسيركولار بافر، بحيث ان انا لو انا عايز انقل 10 ايتمز من البريفرال اوديهم للميموري، هنقل 1 2 3 لحد 10 وبعدين ارجع تاني اخد من الاول 1 2 3 ويفضل
يبدأ ينقل فيهم إلى ما لا نهاية. عندي كمان 5 flags، وكل flags ممكن يعمل لي interrupt في حالة مثلا إن ال DMA خلص الترانسفير أو خلص نصه، أو حصل ايرور في الفيفو buffer، أو حصل ايرور أثناء ال direct mode. طبعا كل الكلام اللي احنا قلناه ده هنشوفه بالتفصيل في السلايدز اللي جايه. اول حاجه هنبص عليها البلوك دايجرام او الشكل العام لل دي ام اي كنترولر. طبعا موجود عندنا 2 DMA، كل واحد منهم بيكون فيه 8 ستريمز، والستريمز كل ستريم منهم بيكون متوصل ب 8 شانل، يقدر ياخد الريكوست بتاعه من اي شانلز موجودة، بنختارها عن طريق الشانل سيليكشن. موجود عندي كمان هنا الميموري بورت والبريفرال بورت، ولو انا عايز انقل من الميموري للميموري هستخدم البريفرال بورت، لانها طبعا زي ما عارفين ان البريفرالز او اي حاجة موجودة داخل الارم كلها معمول لها ميموري مابينج في 4 جيجا بايت ميموري سبيس. علشان اعمل كونفيجريشن لل DMA كنترولر فبيكون برضو متوصل ليه توصيلة تانية عن طريق بروجرامينج بورد، متوصل كسليف بالباس ماتريكس، وهيكون ال CPU هو الماستر ويقدر يدخل للريجسترز بتاعة ال DMA ويعمل فيها الكونفيجريشن. اول حاجة اول خطوة هنعملها اول ما هنبدأ نتعامل مع ال DMA ان احنا نختار ال channel. الشانل بتاعتنا هي اللي هتديني الريكوست، او هي اللي هتبدا الترانسفير، او الدي ام اي هيبدا الترانسفير اول ما هيجي له الريكوست من الشانل دي. الشانل دي ممكن تكون من البريفرالز اللي موجوده داخل المايكرو، على سبيل المثال من التايمر، الاي دي سي، الاس بي اي، او الاي سكوير سي. كل شانل بيكون طبعا ليها، او كل ستريم بيكون ليه ريكوست من شانل واحده بس. على سبيل المثال لو فتحنا الريفرنس مانوال هنلاقي الجدول ده موجود، والجدول ده من خلاله على سبيل المثال لو انا عايز انقل داتا من اليوزر T2 RX او اليوزر T2 TX، فعلى سبيل المثال هستخدم الشانل 4 في الخاصة بالستريم 5. يبقى انا هعمل الكونفيجريشن بتاعي للستريم 5، هعمل الشانل بتاعته شانل 4، ودي الشانل 4 هتكون جاية من اليوزر T2 في حالة ال RX، في حالة ان هو استقبل داتا هيروح باعت لي هيروح باعت لي ريكوست، وساعتها ال DMA هيعرف ان في داتا اتعمل لها ريسبشن، يقدر ينقلها او يقراها او يعمل بيها اي حاجة. ونفس الحال في او نفس الطريقة في حالة ال TX، هستخدم الستريم رقم 6 والشانل برضو هتكون رقم 4. علشان اقدر اعمل channel selection هستخدم ال stream configuration registers، ودولت عبارة عن 8 register، اللي طبعا زي ما احنا عارفين ان عندنا 8 stream، فكل stream ليه register خاص بي. اقدر في كل register الخاص بكل stream اختار ال channel بتاعتي عن طريق ال 3 bits اللي موجودين هنا. لو انا زي ما قلنا قبل كده ال user RX وال user TX موجودين في الستريم 5 و6، فاختار الستريم 5 واكتب فيه 4، واختار كذلك الستريم 6 واكتب فيه 4. دلوقتي الورك فلو بتاعنا او لما هنبدأ نعمل كونفيجريشن هيكون مجموعة من الخطوات. اول خطوة هنعملها طبعا زي اي يونت في المايكرو كنترولر، لازم نعمل enable الكلوك بتاعتها في ال RCC يونت. الخطوة اللي بعديها لازم نتأكد ان الستريم بتاعنا معمول له disable، لان طبعا لو الستريم enable معناه ان ال DMA حاليا بينقل داتا، فمش هقدر اعمل اي configuration لأي حاجة. طبعا بعد ما نعمل reset للمايكرو هيكون طبعا الستريمز كلها في حالة disable، بس ممكن برضو احنا عملنا عملية نقل الستريم معين وعايزين نبدأ نعمل او عايزين نغير الكونفيجريشن بتاعه، فممكن نعمله ديسيبل ونبدأ نغير الكونفيجريشن. علشان نعمله ديسيبل او قبل ما نبدأ نعمل كونفيجريشن لازم خطوة مهمة ان احنا نتأكد ان هو معمول له ديسيبل.
بعد كده هنختار التشانل زي ما شفنا، والتشانل هيجي لي منها الريكوست. طبعا في حالة لو احنا عايزين ننقل من الميموري للميموري دي مش هنحتاج ان احنا يكون عندنا اي تشانل تعمل لنا ريكوست، بمجرد ما هنعمل انيبل للـ DMA هيبدأ عملية النقل مباشرة. هنشوف بقى في البلوك دايجرام عندنا، زي ما دلوقتي خلصنا اختيار التشانل وعرفنا ان التشانل هي اللي هيجي لنا منها الريكوست، والريكوست دايما بيجي من البريفرالز. عندنا هنا 8 ستريمز، كل ستريمز هيجي له تشانل او هيجي له ريكوست من تشانل معينة، والستريمز دي عبارة عن او كل ستريم بيكون ليه وظيفة معينة او اماكن معينه في الميموري او في البريفرالز، ينقل منها الداتا سواء من البريفرال للميموري او من الميموري للبريفرال. لكن قبل ما هنتكلم عن الموضوع ده هنشوف الاول ايه هو الستريمز او ايه الوظيفه اللي بيعملها. طبعا الستريم تعريفه هو عباره عن لينك بين سورس وديستنيشن. السورس ممكن يكون في البريفرالز او الميموري، كذلك الديستنيشن ممكن تكون بريفرالز او ميموري. عملية الترانسفير ممكن تكون عملية ريجولار، ودي بين المكان من البريفرالز أو الميموري لمكان تاني في البريفرالز أو الميموري. في نوع تاني اللي هو الدبل بافر، والدبل بافر ده بيكون عبارة عن مكانين في الميموري، يقدر الـ DMA إن هو يكتب في مكان معين والسوفت وير يقدر يقرا او يكتب في المكان التاني. ده مفيد في حالة زي ما قلنا قبل كده، لو انا عندي بلقط فيديو مثلا واخلي اعمل دبل بافر بحيث ان هي تجيلي فريم احطه في البافر الاولاني، وبعدين بعد ما اخلصه الفريم اللي بعده هيتحط في التاني، والسي بي يو تقدر تشتغل على البافر الاولاني، ولما تخلص يبدلوا الاماكن السي بي يو هتشتغل على التاني والدي ام اي هينقل في الاولاني. طبعا دي بتوفر لي كتير في الوقت البروسيسنج، وتبقى تعمل حاجه زي باراليزم بين السي بي يو والدي ام اي. قلنا قبل كده عن الدي ام اي ترانزكشن. الترانزكشن عباره عن مجموعه من الداتا ترانسفير. الداتا ترانسفير واحدة أو واحد داتا ترانسفير ده عبارة عن أو الدي ام اي هينقل داتا من مكان معين في الميموري أو البريفرال هيوديها لمكان تاني في الميموري أو البريفرال عن طريق عندنا ريجسترين. عندنا البريفرال ادرس ريجستر، هنحدد فيه الريجستر أو الادرس بتاع البريفرال، والميموري زيرو ادرس ريجستر هنحدد فيه الادرس بتاع الميموري. عندنا هنا ميموري زيرو، طبعا فيها هيكون عندنا ميموري واحد لو احنا عندنا دبل بافر، هنختار المكانين اللي هيحصل فيهم الدبل بافرنج. الخطوة الأولى هنقرأ الداتا سواء من البريفر أو الميموري، وبعدين هنكتبها في المكان اللي احنا عايزينه. بعد ما خلص الدي ام اي عملية الكتابة هيعمل بوست ديكريمنت للنمبر اوف ايتمز داتا ترانسفير ريجستر، وده الريجستر فيه عدد الايتمز اللي احنا عايزين ننقلها. على سبيل المثال لو احنا كتبنا فيه 10، فده معناه ان هو هيعمل 10 ترانسفيرز من الميموري او البريفرالز للميموري او البريفرال. ده الريجستر الخاص بالبريفرال ادرس، بنحدد فيه الادرس بتاع البريفرال، وكذلك في ريجستر تاني للادرس بتاع الميموري زيرو. وطبعا زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا في ريجستر تاني اللي هو ام واحد، وده هنشوفه بعدين لما هنتكلم عن الدبل بافر. في هنا عندنا كمان ريجستر خاص بالنمبر اوف داتا، ودي الداتا او الداتا دي ممكن تكون يا اما بايت او هاف وورد او وورد كامله. طبعا الريجستر ده بيكون ممكن نعمل فيه ترانسفيرز لماكسيمم 16 بت، بحيث ان هو يقدر يعمل ترانسفيرز كلها ورا بعض وتتم في خلال ترانزكشن واحد. طبعا ناخد بالنا ان هنا كل ترانسفير لازم برضو بتتبع الخطوات اللي احنا اتكلمنا قبل كده، وتطلب الاربيتريشن من الباس ماتريكس وتتم الخطوات كلها.
الريجستر ده لو احنا استخدمنا السيركلر مود، وفي حالة ان السيركلر مود بعد ما خلص العدد هيبدأ تاني يعمل لهم مرة تانية. على سبيل المثال عمل ترانسفير 1 2 3 لحد وصل لاخر حاجة 10، هيبدأ تاني اوتوماتيك يبدأ من الاول تاني ويعمل 1 2 3 وهكذا الى ما لا نهاية. لو وصلنا لآخر حاجة أو الريجستر ده بقت قيمته بصفر، معناها إن هو خلص جميع الترانسفير اللي إحنا محددها له. لو إحنا كتبنا فيه في البداية 10، فمعناها إن إحنا عايزين نعمل 10 ترانسفير. الـ DMA خلص الترانسفير، ممكن وخلال وهو شغال نشوف برضو إيه عدد الترانسفيرز اللي هو عملها، لأن هو بعد كل ترانسفير بيقلل الرقم اللي احنا كتبناه هنا بواحد. لو وصل للنهاية والريجستر ده بقت بقيمته بصفر، معناها إن الترانسفير خلص أو الترانزكشن كلها خلصت، ونقدر نشوف إن هو الـ DMA اتعمل له أو البت بتاعت الإنيبل بقت بصفر. وفي الحالة دي لو احنا عايزين نبدأ تاني نفس الـ الترانزكشن، هنعمل انيبل لي الـ في الكونفيجريشن ريجستر، هنعمل الانيبل بتاع بواحد، وفي الحالة دي اوتوماتيكلي هيعمل ريلود للريجستر ده اللي هو نمبر اوف داتا بالقيمة اللي كانت مكتوبة فيه قبل كده، وهي اللي احنا كتبناها ب10 في الاول. في الورك فلو بتاعنا هنضيف ال3 خطوات اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي نحدد فيه ال peripheral address وال memory zero address وكذلك ال number of data items. وناخد بالنا برضو لما نختار او لما هنيجي نعمل memory to memory مش لازم ان احنا نختار ال channel بتاعتنا. ليه؟ لان احنا اول ما نعمل enable هيبدأ عملية الترانسفير. خلصنا دلوقتي التشانل وشفنا الستريم وايه اللي ازاي نقدر نحدد الميموري ادرس والبريفرال ادرس. هندخل دلوقتي على الاربيتر. الاربيتر ده وظيفته ان هو هيختار لي ستريم واحد، والستريم الواحد ده هيختاره بناء على البريوريتي بتاعته، والستريم اللي هو اختاره هيفتح البورت بتاعه. لو هو اختار مثلا ستريم 3 يبقى هيفتح الـ AP ماستر على الميموري بورد للستريم 3، حيث ان الستريم 3 هيقدر يعمل اكسس للباس ماتريكس عن طريق الميموري بورد ويقدر يوصل للمكان اللي هو عايزه. وكذلك في بنفس الطريقة هيفتح له برضو الاكسس للبريفرال بورد اللي خاص او اللي موجود في الباس ماتريكس. الاربيتر بيتم او بيعمل عملية مانجنج للبريوريتيز عن طريق خطوتين. يعني الخطوة الاولى اللي هي بنحددها في السوفت وير، بنقول له كل ستريم وايه البريوريتي بتاعها، ولو الستريمز ليهم نفس البريوريتي او احنا ما حددناش حاجة خالص هيبدأ يختار الستريم اللي رقمه اقل. على سبيل المثال الستريم 0 هيكون ليه بريوريتي اعلى من الستريم رقم 1. نختار عن طريق في من خلال الكونفيجريشن ريجستر نقدر نختار الـ priority لكل stream. الـ priority إما بيكون low أو medium أو high أو very high، ونحط خطوة اختيار الـ priority في الـ workflow. دلوقتي هنبدأ بقى عملية الترانسفير. خلصنا الـ stream والـ channel والـ arbiter، فتح لنا الـ port بتاع الـ memory وفتح لنا الـ port بتاع الـ peripheral، وجاهزين دلوقتي إن احنا نبدأ ننقل فعليا الـ data. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. اول حاجة عايزين ننقل داتا من البريفرالز للميموري. في الحالة دي اللي احنا زي ما احنا شايفين لازم يجي لنا ريكوست من البريفرالز، وبناء على الريكوست ده الاربيتر هيعمل اكتيفيشن او يعمل انيبل للستريم ده الخاص بالبريفرال، ويفتح له ايه البورت بتاعه الميموري والبورت الخاص بالبريفرال، بحيث انه يقدر ينقل الداتا من البريفرالز وتروح للميموري. في البداية عندنا هنا في فيفو بافر، وممكن ما نستخدمش الفيفو بافر ونستخدم دايركت مود. لو احنا هنستخدم الفيفو بافر هيبدأ الـ DMA يملى الفيفو بافر. طبعا دي اول ما هيجيله الريكوست، مش اول ما هنعمل انيبل. اول ما هيجيله الريكوست احنا هنعمل انيبل وبعدين هينتظر، وبعدين جاله الريكوست. فاول ما جاله الريكوست هيبدأ يقرأ من البريفرالز ويملى في الفيفو بافر.
لحد ما يوصل لقيمة threshold، والthreshold ده طبعا بنحدده له عن طريق ريجستر معين. وأول ما يوصل لي الثريشولد ده، على سبيل المثال لو احنا الثريشولد بتاعنا نص الفيفو، معناها ان هو هيملى لحد ما يوصل لي نص الفيفو بفر ويبدأ يفرغ في الميموري. لو احنا اخترنا دايركت مود، فساعتها الثريشولد مش هيستخدم، هيبدأ ان هو ينقل بس ايتم واحد ويحطه فيه الفيفو، وبعد كده ياخده من الفيفو يوديه للميموري، وهكذا لحد ما يكمل الترانزاكشن كلها. في حالة الميموري تو بريفرالز هنا الوضع مختلف شوية. هنا أول ما هنعمل enable، لسه ما جالناش request، هنعمل بس enable، هيبدأ ال DMA يملأ الفيفو بافر كله، واحنا لسه ما جالناش request دلوقتي. أول ما هيجيلنا الريكوست هيبدأ يفضي من الفيفو يوديه للبريفرالز لحد ما يوصل للثريشولد. طبعا دلوقتي فضينا الفيفو لحد ما بقى نصه هو اللي مليان بس، ووديناهم البريفرالز. اول ما نوصل للثريشولد هيبدأ تاني يملأ الفيفو كله، هيكمل النص اللي فاضي ويروح مليه كله، وبعدين يروح اول ما يجي الريكوست تاني او مازال الريكوست موجود هيبدأ يفضي لحد ما يوصل للثريشولد. طبعا الفكرة هنا ان اول ما نعمل enable يبدأ ال DMA بسرعة يجهز الداتا، بحيث ان اول ما يجيله request من ال peripherals يكون الداتا جاهزة في الفيفو وينقلها مباشرة. لو احنا هنستخدم direct mode مش هنستخدم الفيفو. في ال direct mode كذلك اول ما هنعمل enable هيبدأ يقرأ من الميموري ويحط فيه مكان واحد بس في الفيفو. اول ما هيجيله request هيروح ناقل المكان ده وموديه لل peripherals، وبعدين قرأ من الميموري تاني ويحطه في المكان الواحد، يعني هيستخدم مكان واحد بس. ودي طبعا مهم جدا، ليه؟ لأن ال DMA عايز ان هو يرد على ال peripherals بسرعة أول ما يجيله ال request. في حالة ال memory to memory، في الحالة دي ما ينفعش ان احنا نستخدم direct، ففي الحالة دي لازم هنستخدم ال FIFO buffer، وده اوتوماتيكلي زي ما قلنا من البريفرال للميموري. طبعا هنا هنستخدم البريفرال بورت ان احنا نقدر برضو نوصل بيه للميموري، وفي الحالة دي هيبدأ ال DMA يملأ في الفيفو بافر لحد ما يوصل للثريشولد اللي احنا محددينه، وبعد كده يبدأ يفضيه لي او يوديه للميموري. ومرة تانية طبعا هنا مفيش ريكوست بيجي، فالكلام ده على طول هيفضل شغال لحد ما يخلص ال number of items اللي احنا محددينها. وده طبعا الكلام ده كله ما يبدأ اول ما بنعمل enable للستريم. عندنا ال configuration register مرة تانية هنختار منه ال direction، وال direction هنا بيكون peripheral to memory، memory to peripheral، او memory to memory. وفي عندنا هنا حاجتين مهمين، بنختار ال size بتاع ال peripheral والداتا سايز بتاع الميموري. طبعا السايز ممكن يكون بايت، هاف وورد، او وورد، وكذلك ممكن يختلف عن السايز بتاع البريفرنس. ليه؟ لان احنا عارفين ان الفيفو بافر ممكن يخزن فيه الداتا وبعدين يوديها للميموري. على سبيل المثال لو احنا البريفرال بتاعنا اخترناه بايت او السايز بتاعه، والداتا بتاعت الداتا سايز اللي في الميموري اخترناها هاف وورد، فمعناها هيكتب 2 بايت في الفيفو وبعدين ينقلهم كلهم كهاف وورد للميموري. في حالة ان احنا عايزين نستخدم دايركت مود، والدايركت مود معناه ان هو مفيش فيفو، ففي الحالة دي لازم ان هما يكونوا زي بعض، ودي اوتوماتيكلي الهاردوير بيخلي السايز بتاع الميموري نفس السايز بتاع البريفرال. علشان نقدر نحدد ال threshold ونعمل enable او disable لل direct mode، ده بيتم في ال FIFO control register. عندي في هنا ال bit direct mode disable، دي لو انا حطيتها بصفر معناها ان ال direct mode enabled وده ال default. لو انا عايز الغي ال direct mode واختار ال FIFO فلازم اعملها بواحد. وطبعا زي ما احنا قلنا قبل كده ان في حالة ال memory to memory ما ينفعش يبقى اشتغل دايركت مود، لازم اشتغل فيفو،
وفي الحالة دي الهاردوير بتعمل اوتوماتيكلي سيت للفيفو، اي انها بتعمل ديسيبل اوتوماتيكلي للدايركت مود. لو انا اخترت ان انا هشتغل على الفيفو بافر، فلازم اختار او مهم ان انا اختار الثراشولد بتاعي، سواء ربع او نص او تلات ارباع او فول فيفو. هنضيف الخطوات اللي احنا قلناها في الورك فلو بتاعنا، اللي هي نختار الدايركشن ميموري تو ميموري، بريفرال تو ميموري، ميموري تو بريفرالز، والسايز بتاع الميموري داتا والبريفرال داتا، ودوت بيكونوا في الكونفيجريشن ريجستر. كذلك هختار الفيفو او الدايركت مود في الفيفو كونفيجريشن ريجستر، وفي حالة ان انا عندي ميموري تو ميموري فالفيفو هيكون اجباري. لو انا اخترت فيفو هختار الثراشولد بتاعي، الثراشولد يا اما نص ربع تلات ارباع او فيفو كامل. قلنا قبل كده ان احنا ممكن نعمل انكريمنتيشن للبوينتر ادرس. على سبيل المثال انا عايز انقل داتا من ميموري تو للميموري، المكان او اول ترانسفير هيبدأ ينقل الداتا اللي موجودة في ايه، هيوديها للمكان التاني في نفس يعني لو انا اخترت مثلا ادرس صفر هنا وهنا ادرس صفر، الخطوة اللي بعديها هيبدأ يعمل انكريمنت للسورس ادرس، وكذلك يعمل انكريمنت للديستنيشن ادرس. فممكن اعمل نقل للاري كاملة عبارة عن مجموعة من الايتمز للاري تانية موجودة في مكان تاني في الميموري برضو عبارة عن مجموعة من الايتمز. هختار الانكريمنتيشن عن طريق 2 بت في الكونفيجريشن ريجستر، والبت الاولانية الميموري انكريمنت مود، والبت التانية البريفرال انكريمنت مود. في بعض الحالات بيكون عندي مثلا في البريفرال، لو انا اخترت مثلا داتا سايز 16 بت وهاجي اعمل انكريمنت، هيعمل لي انكريمنت كل مرة ل 16 بت، بس انا عايزه ان هو يعمل لي انكريمنت ل 32 بت. ليه؟ لان الباقي ال 16 بت التانيين مش مستخدمين او ملهمش لازمة عندي، فانا عايز اقرا بس اول 16 بت وبعد كده اعمل انكريمنت واقرا الاول 16 بت اللي بعديهم. ففي الحالة دي بعمل هنا Preferral Increment Offset Size، بعمل لها Set، ودي في الحالة دي ال Increment هيكون كل مرة لأربعة بايت، بحيث إن هو يعمل Word كاملة أو يعمل Alignment ل Word كاملة، ودي ده في الحالة دي في حالة ال Preferral بس. هنضيف الخطوة دي في ال Workflow، وهي هنختار منها ال Preferral و ال Memory، سواء هنعمل Increment أو هنعمل Fixed Mode. طبعا الفيكسد مود برضو بيكون مهم، لو انا على سبيل المثال عايز اقرا مثلا داتا من ال ADC واقعد اقراها كل شوية، بس مش عايز ان انا اخزنها في اماكن مختلفة، عايزها تكون في نفس المكان، وبحيث ان انا اقدر اقراها في اي وقت تكون هي احدث داتا موجودة، فاخزنها في مكان واحد واقدر اقراها في اي وقت انا عايزه. طبعا زي ما قلنا ان احنا ممكن يكون عندنا السايز بتاع الداتا اللي هنقلها من الميموري او السايز بتاع الداتا اللي هنقلها من البريفرالز ممكن يكونوا مختلفين، ففي الحالة دي لازم بيحصل عملية باكينج وعملية ان باكينج. مهم جدا ان احنا نعرف ان ال number of data items اللي احنا محددينها في ال register number of data دي بتكون مبنية على أساس السايز بتاع البريفرال. لو أنا اخترت سايز في البريفرال على سبيل المثال اخترت السايز 1 بايت، فمعناها ال number of items transfer هيعمل لي، لو أنا اخترت مثلا 10 فهيعمل لي 10 نقلات للبايت. فده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان الريجستر ده مش بيحدد كمية الداتا، لكن بيحدد عدد المرات النقل اللي هتحصل. طبعا الدي ام اي بيشتغل ليتل انديان زي كل حاجة في الارم كورتكس ام 4، وفي حالة طبعا ان الدايركت مود مش هيحصل باكينج او ان باكينج. ليه؟ لان الداتا لازم تكون زي بعضيها، علشان دايركت يبقى يوصل نفس الحجم بتاع الميموري هيروح في نفس الحجم بتاع البريفرالز او العكس. في الجدول اللي قدامنا ده على سبيل المثال عندنا البورت ويت الخاص بالميموري ده بايت واحد او 8 بت، والويتس بتاع البريفرال 8 بت، ففي الحالة دي هنقل
عندنا 4، فهم حد الأربعة دي معناها هيعمل 4 نقلات مبنية على الويدث اللي هنا، فهيبقى 4 نقلات كل نقلة فيها بايت، سواء هينقل من الميموري أو من الميموري للبريفرال أو البريفرال للميموري، فمش هيحصل أي فرق، هيكون في كلتا الحالتين هيعمل 4 نقلات. في الحالة التانية عندي هنا الميموري السايز بتاعه 8، أما البريفرال السايز بتاعه 16، والعدد النقلات اللي أنا عايزها 2. فمعناها إن أنا دلوقتي لو أنا عايز أنقل داتا من البريفرال أوديها للميموري، طبعا في الأول عندنا 2 هنا وعندنا هنا 16، معناها إن أنا التوتال بتاعي هيبقى 4 بايتس. ال4 بايتس دولت لو أنا هنقلهم من البريفرال أوديهم للميموري، والميموري السايز بتاعها بايت واحد، فهنقل في كل مرة بايت، وعلشان ال4 بايت بتوعي كلهم فهياخدوا 4 نقلات. العكس بقى لو انا عايز انقل من الميموري للبريفرال، وزي ما قلنا ان انا عندي 4 بايت، فهيحصل هنا عملية باكينج، هيجمع 2 بايتس من الميموري وينقلهم للبريفرال، والاتنين بايت التانيين وبعد كده ينقلهم، فانا كده عملت نقلت 4 بايت في 2 ترانسفيرز بس. بنفس الطريقة برضو في حالة ان لو البريفرال عرضه 32 والميموري عرضها 8، فهجمع 4 بايت مع بعض واعمل لهم نقلة واحدة للبريفرال. في حالة ان عرض الميموري بيكون اكبر من البريفرال، والنمبر اوف داتا ايتمز بيكون بيتحدد بناء على البريفرال زي ما احنا قلنا قبل كده، فعلى سبيل المثال هنا انا عندي البريفرال العرض بتاعه 8 وعايز اعمل 4 ايتمز، عايز يعني معناه ان انا عايز انقل 4 في بايت هنا، فهنقل 4 بايتس. انا لو انا حبيت انقل 4 بايتس فهودي 2 للميموري وبعد كده 2 مرة تانية للميموري، فهنا عملت 2 ترانسفير للميموري. وفي حالة العكس هعمل unpacking، هنقل بايت 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 لحد ما اخلص الاربعة بتوعي. لو انا هنا عندي الرقم ده 5، فمعناها ان انا هنقل 2 الاول وبعد كده هنقل 2 كمان، وهيتبقى عندي بايت واحد. البايت واحد ده مش هقدر انقله للميموري، لان الميموري عايزه 2 بايتس مره واحده، فلازم اختار هنا او الرقم ده لازم هنا يكون مضاعفات الاتنين علشان اقدر انقل لي ان اقدر انقل لي الميموري. كذلك في حاله ان الميموري 32 فلازم برضو يكون الرقم اللي موجود هنا ده مضاعفات الاربعه، بحيث ان انا لو انا عندي هنا بايت فأقدر أجمع 4 بايت وأنقلهم. لو الرقم ده 3 مش هقدر أنقل، لأن الميموري عايزة 4 بايت. لو هنا عندي 16 والميموري عايزة 4 بايت، فممكن أنقل 2 وبعد كده أنقل 2 كمان. طبعا هنا ناخد بالنا في حالة إن الـ peripheral increment offset دي في حالة إن هي 1، ده بيكون الانكريمنت دايما 4 بايت، فالأدرس 0 الأدرس اللي بعديها يبقى 4 و8 وهكذا. اما لو احنا ما استخدمناش او ما عملناش ست للبت دي، فالانكريمنت هيكون بايت بايت بايت، والانكريمنت ده بناء على او الخاص بالبريفرال. تحدد طبعا كل انكريمنت والسايز بتاع الداتا. لو انا عندي الميموري 16 فمعناها هعمل انكريمنت ل 2 بايت، لو البريفرال 8 او بايت واحد فهعمل انكريمنت كل بايت. ده الجدول مهم جدا لما نيجي نختار الـ number of data items بناء على الـ size بتاع الـ memory والـ size بتاع الـ peripherals، وناخد بالنا من الـ restrictions اللي موجودة هنا علشان ما تحصلش مشاكل أثناء عملية النقل. طبعا برضو بناخد بالنا هنا ان زي ما قلنا قبل كده ان بيشتغل الـ DMA بيشتغل little endian، فزي ما احنا شايفين هنا الـ least significant byte اللي هو البايت 0 بيروح في الأول في الميموري. ممكن نشوفه في السلايدز اللي فاتت، على سبيل المثال البايت هنا 0 موجود في أول مكان أو الأدرس في الميموري،
ودي معناها ان احنا شغالين ليتل انديان. في النهاية طبعا بعد ما عملنا عملية الترانسفير بتاعنا عايزين نعرف حالة الترانسفير او ايه اللي حصل. فزي ما قلنا قبل كده عندنا 5 ايفنت فلاجز، وكذلك كل ايفنت منهم ممكن يولد لي انتربت. طبعا لازم الاول اعمل انيبل لي الانتربت بتاعه، وبيكون عندي انتربت واحد بس، ومن خلال الايفنت فلاج دولت اقدر اعرف الانتربت ده نتج عن اي ايفنت من الخمسة دولت. الفلاجز موجودين في ريجسترين، الاولاني اللو انتربت ستيتس ريجستر، والتاني الهاي انتربت ستيتس ريجستر. طبعا كل واحد وليه بت خاصة بالستريم. على سبيل المثال البت دي خاصة بالستريم رقم 7، دي اللي هي بتحدد الترانسفير كومبليت انتربت فلاج. لو انا عايز عندي الستريم بتاعي وجالي الانتربت اقدر اقرا البت دي، ولو لقيتها بواحد فمعناها ان الستريم 7 حصل ترانسفير كومبليت. لو جالي الانتربت وعلى سبيل المثال حصل ترانسفير كومبليت وعايز ابدا تاني، فلازم مهم جدا اعمل كلير للانتربت فلاجز. ومهم كمان ان احنا نعمل لهم كلير قبل ما نبدا عمليه الكونفيجريشن، او قبل ما نبدا عمليه ان احنا نعمل انيبل للدي ام اي. لان احنا لو عملنا انيبل للدي ام اي وكان عندنا انتربت فلاج هاي، فهيبدأ أول ما نعمل enable هيبدأ يروح عامل triggering للانتربت مباشرة. كذلك عندنا في الـ clear interrupt flag clear في low register وفي high register. بالنسبة للفيفو control register، زي ما عرفنا قبل كده بنختار الـ threshold وبنعمل disable للـ direct mode. ممكن كمان اقدر اعرف الستيتس بتاعت الفيفو وهو شغال. على سبيل المثال لو انا عندي مثلا هنا اقدر اعرف ان الفيفو الليفل بتاعه من 0 للربع، او اقدر اعرف ان الفيفو ليفل دلوقتي من الربع للنص. وممكن كمان اقدر اعرف اذا كان هل هو امبتي او هل هو فول، علشان اقدر يجيلي انتربس لما تحصل مشكلة في الفيفو. لازم اعمل ست للفيفو ايرور انتربت انيبل. في النهاية هيكون عندنا الكونفيجريشن ريجستر، والكونفيجريشن ريجستر هعمل عندي هنا لي. طبعا احنا قلنا عندنا 5 ايفنت فلاجز، واحد خاص بالفيفو عملناه في الفيفو كونفيجريشن ريجستر او الفيفو كنترول ريجستر، والاربعه التانيين هنا هعمل لهم في الستريم كونفيجريشن ريجستر، وواحده منهم خاصه بترانسفير كومبليت هاف ترانسفير انتربت، والتانيه ترانسفير ايرور او الدايركت مود ايرور. وفي النهايه خالص هعمل انيبل للستريم بتاعي. واول ما يبدا الستريم اتعمل له انيبل، في حاله ان انا ميموري تو ميموري هيبدا مباشره في عمليه النقل. لو انا عندي بريفرال تو ميموري او ميموري تو بريفرال هينتظر لما يجي له الريكوست. وفي النهاية خالص هنحط اخر خطوتين في الورك فلو بتاعنا اللي هما enable interrupt. وبعد ما نعمل enable interrupt او قبل ما نعمل enable لل DMA stream هنتأكد ان او هنعمل clear لكل ال interrupt flag، بحيث ان انا لما اجي اعمل enable وكان في انتربت معمول له الفلاج بتاعه هاي فهيعمل تريجر للانتربت مباشرة. فلازم قبل ما اعمل انيبل اتأكد ان مفيش اي انتربت فلاج في حالة هاي. بكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. ان شاء الله المرة الجاية هنكمل الحاجات او بعض التوبكس الادفانسد في الدي ام اي زي الدبل بافر والسيركولار مود. ممكن المرة الجاية برضو يكون في فيديو خاص بالاكزامبل وبعديها الجزء الادفانسد وبعديه هيكون في الاكزامبل الخاصة عليه. ان شاء الله نلتقي المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.